Là où est-ce que c'est TGV? السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. نحن الآن في سي الطيبي، نعم بالفعل سي الطيبي التي تعرف توسعا عمرانيا بسبب بعد ارتفاع كبير في عدد السكان. سنقوم بجولة في سي الطيبي إن شاء الله. مدينة سي الطيبي ترحب بكم. الأحياء السكنية التي تبنى هنا يعني بحال قنيطرة زعما، بحال حي الوفا، بحال حي ماذا عارفة. نعود إلى وسط سي الطيبي. شبه حضرية دابا فيها لي زاجونس بونكير. وصلنا إلى نقطة التقاء الطريق الوطنية بالطريق. أول أجواء رمضانية نهار سويسرا.
السلام عليكم مرة أخرى. لكن يمكننا نقول أننا في وسط سيد طيبي الآن، وهذا أكبر مسجد في سيد طيبي. سيد طيبي أصبحت الآن مدينة يعني أخذت تتسع. إذن إلى هنا أمام مقر جماعة سيد طيبي ننهي جولتنا بهذه المدينة. لنغادر سيد طيبي، سنقوم بجولة على الطريق الوطنية حتى حدود مدينة سيدي بوقنادل لنرى إلى أين وصلت إليها أشغال تثنية الطريق الوطنية. فابقوا معنا ولا تنسوا دائما دعمنا بلايك وتعليق. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.